طيب احنا يعني السمنة دلوقتي في العصر اللي احنا عايشين فيه هو مرض مؤدي لمعظم الامراض التانية زي الضغط والقلب والسكر وكل الامراض المزمنة اللي احنا ممكن احنا نشتكي منها، فالسمنة هي سبب اساسي في كل الامراض دي. لكن لو هنتكلم على امراض العظام خاصة، فخلينا نتخيل الكرسي اللي انا قاعد عليه هو كرسي ليه 4 رجول، حمولته ان هو يشيل كرسي، ما ينفعش ان انا اجيب كنبة واعملها على نفس ال4 رجول، ال4 رجول مش هيستحملوا. فدي اول الشكاوي اللي بتيجي نتيجه امراض السمنه، ان انا العظم نفسه ما بيبقاش مستحمل الوزن الزياده على الطبيعي اللي هو المفروض يشيله، فانا كل كيلو هيزيد عن وزني المفروض ان هو بيأثر على جسمي بزياده، الجسم الركبه بتشيل 4 كيلو زياده، يعني لو زدت كيلو بس واحد زياده يبقى في 4 كيلو زياده على الركبتين، يعني لو واحد وزنه في زياده 20 كيلو يبقى هو شايل حوالي 80 كيلو اوفر على وزنه الطبيعي. يعني حضرتك بتنصح كل انسان عنده سمنه او سمنه مفرطه ان هو لازم يخس قبل حتى ما يحصل له الام في العظام والمفاصل؟ لانه يعني كده كده هيوصل في الاخر انه يحصل له نفس الالام دي. لازم ده هيحصل، يعني احنا بنشتكي دايما من الام المفاصل الركبه، بيبتدي يظهر معانا الخشونه، لو لحقتها في الاول ممكن الحق ان انا ما يحصليش خشونه، لكن لو انا سبت الموضوع السن بيختلف في الموضوع ده يا دكتور، يعني لو حد مثلا سنه كبير شويه ممكن يلحق ان هو يعالج الام المفاصل ولا لا بيبقى خلاص نو تايم بقى فات الوقت؟ بنحافظ على اللي لسه موجود، يعني انا دلوقتي عندي مثلا مفصل الركبه بيبتدي الاحتكاك ما بين العظم يزيد، كل شويه عمال بزود اللود اللي على المفصل نفسه فيبتدي احتكاك العظم يزيد، فالغضروف عمال بيتاكل ابتدي ادخل في قصه الخشونه. لو في درجه معينه ممكن ان انا الحقها، لكن لو زادت قوي لا بنلجا ساعتها لتغيير مفاصل ومشاكل كبيره قوي. عشان كده دايما يعني. بالظبط، عشان كده دايما من السن الصغير بننصح ان احنا لا عالج السمنه من السن الصغير كل ما كان احسن.